يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله الساعة 3 العصر الاتحاد الأفريقي هيعمل قرعة بطولة دور المجموعة، بطولة دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات، وبطولة الكونفدرالية دور المجموعات يوم الجمعة اللي جاية بعد بكرة الساعة 3، القرعة بتاعت دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية دور المجموعات. هنعرف الأهلي وبيراميدز مجموعاتهم هتكون مع مين في دوري الأبطال، وأيضا هنعرف في الكونفدرالية بالنسبة للزمالك وفيوتشر مجموعة الزمالك هتبقى مين ومجموعة فيوتشر. كل الكلام ده يوم الجمعة الساعة 3 العصر، القرعة هتتعمل إن شاء الله في جنوب أفريقيا، في دولة جنوب أفريقيا.